طبعا الحكم ده صادم للغايه بالنسبه لنا. احنا كنا نتوقع براءه كل هؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب ابرياء بكل تاكيد. للاسف الشديد الاحكام النهارده بتناقض اي محاولات او اي رسائل ايجابيه بيبلغ عنها الرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي في ان هو يقول بالامس ان هو ينوي الافراج عن دفعه من الشباب اللي هو عارف بيقول عليهم، هو نفسه بيقول عليهم ان هم ابرياء. فبدلا من ان يتم الافراج عن الشباب وانهاء هذه الازمه وانهاء هذه المشكله، نفاجئ اليوم بصدور هذه الاحكام المشدده للغايه من 3 سنين إلى 5 سنوات سجن. ويبدو ان النظام الحالي تناسى او نسي او بيتجاهل ان هو كمان وصل عن طريق المسيرات والمظاهرات الشعبيه هي اللي سمحت بعزل الرئيس الاخواني السابق ووصول الرئيس الحالي. فاحنا كنا نتمنى ان احنا نواصل مسيرتنا في حقنا في حريه الراي والتعبير، في الالتزام بالدستور نفسه اللي هو بينص على حق التجمع السلمي، بدلا ما يتم من تأزيم المشكله وزياده حاله الاحتقان اللي موجوده وزياده حاله عدم الثقه لدى قطاعات واسعه من الشباب في رغبة النظام الحالي في إقامة أي نظام سياسي ديمقراطي من أي نوع. بل على العكس، هو بيقول لنا الشباب يرجعوا يقعدوا في بيوتهم تاني، ما يمارسوش أي عمل سياسي سلمي من أي نوع، ولو فكرتوا إن أنتوا تعملوا حاجة زي كده وتعبروا عن رأيكم بشكل سلمي وفقا للدستور هنرميكم في السجن من 3 لـ5 سنين. قضية الشورى من القضايا اللي فعلا فعلا مرت بمراحل أقل ما يوصف بأنها عبثية جدا. مرحلة التقاضي الأولى والثانية كان فيها فعلا مصايب وكوارث، منها على سبيل المثال انه الضابط اللي هو مبني عليه جزء كبير جدا من القضيه، اللي هو الضابط عماد طاحون اللي قال انه اللاسلكي بتاعه اتسرق، تمام، ثبت النهارده ببراءه المتهمين بان هو يعني القاضي حكم انه براءه المتهمين في تهمه حجز السلاح. بناء على ده العماد الاساسي بتاع القضيه اتضرب، فانت عندك نيابه ومباحث عامه اجرت تحريات مضروبه، وعندك ضابط اتبلى على كل المتهمين وكذب، والنهارده بحكم المحكمه اتقال ان هو كذاب.